معي على الهاتف الدكتور علي مصلحي وزير التموين. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا جامر، ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا دكتور، وتحياتي ليك ولاسرتك الكريمه، ويا رب رمضان كريم على مصر كلها. انت بتكلمني وانا لسه نازل من المطار. وصلت بالسلامه يعني من الاقصر. انا في العربيه دلوقتي من المطار ان شاء الله. بس انا عارف انه رغم المعاناه والنهارده كان الجو حر نار، بس السفريه كانت تستاهل يا دكتور. كانت ممتازه وفوق الممتازه لاسباب كتيره جدا. نمره واحد، ويمكن حضرتك زي ما بتقول الملف اللي انا سامع كنت بتتكلم. اما نبقى واضحين ونبقى صرحاء ونبقى بنواجه مشاكلنا بموضوعية، يا إما المواضيع لن تتحسن. صحيح. فإذا خدنا النقطة اللي حضرتك بتقولها دي، النهارده حتى لو تلاحظ سيادة الرئيس بيسأل قولوا للناس من فضلكم. صح. كلموا الناس، الناس هي صاحبة المصلحة وصاحبة الموضوع الأساسي. يبقوا عارفين بننتج قد ايه وبنستهلك قد ايه وبنستورد قد ايه. بامانه كانت رساله من وجهه نظري ليست موضوع فقط اهميه منظومه الحفاظ على المحاصيل الاساسيه ومن اهمهم القمح، ومنظومه الصوامع العظيمه اللي انا بعتبرها يعني مشروع تاريخي. صحيح. ان يخلص في سنه ونص 25 صومعه بتاعت كل واحد من الناس 60,000 طن، يعني 1.5 مليون طن في ظروف في منتهى يعني الحفاظ عليها، سواء من درجة الحرارة والرطوبة والقدرة على معرفة المخزون. فاكر المشكلة السنة اللي فاتت والصوامع وكده؟ لا، الصوامع دي فيها ليزر بيم بتقيس بالظبط مستوى التخزين، وبالتالي تقدر تديك على اوتوماتيك ميتر قياس اوتوماتيكي تقول لك الصومعه فيها قد ايه والساعه بتاعتها قد ايه وفاضل منها قد ايه. فيعني طبعا امور ولازم نقول جمله حق، يعني سياده الرئيس لما كان بيكلمنا بيقول يا ناس عايزين نعمل الحاجه مظبوط، وما ينفعش نعمل الحاجه نص نص، ولازم الناس تعرف ان الحاجه المظبوطه دي تتكلف قد ايه. وضاغطين على نفسنا، وحتى قال جمله يجب ان احنا نكررها كتير جدا، ان بناء دوله حديثه باسس جيده ليست عمليه سهل، ولا بد من مشاركه الجميع. مظبوط. يعني مش هينفع ان الحكومه في وادي والمجتمع في وادي ورجال الاعمال في وادي والناس وادي، لابد ان الجميع يشترك، لسبب احنا كلنا زي ما حضرتك بتقول وكل الناس المحترمه بتقول، احنا كلنا في مركب واحد ومصلحتنا كلها. صحيح. صحيح. واحده. مظبوط. فليس فقط في وزير الزراعه قدم المحاصيل وكيفيه وضع السياسه الزراعيه، وانا قدمت موضوع الاستراتيجيه بتاعت وزاره التموين وخاصه في موضوع الفجوه الغذائيه. وزي ما اعتقد الساده المستمعين كانوا متابعين، ان احنا عايزين نحافظ على نقلل الفاقد في انتاج القمح مثلا، وفي نفس الوقت نرفع الانتاجيه ونرشد الاستهلاك. نتيجه لو عملنا الثلاث حاجات دول، ان احنا لو قللنا الفاقد ب 10%، والحمد لله الصوامع دي تقلل باكثر من 10%، ووزير الزراعه بالتعاون الجديدة لو رفعنا انتاجية الفدان من 18,000 دبل ل 21 او 22، يعني اكثر من 10%، ووضبنا بس استهلاكنا 10%، ومتاسف ان انا اقول 10% ده موضوع مش كتير، بدل ما نرمي اللقمه او نرمي الحاجه او نهدر. صحيح. الموضوع يعني اذا نقدر في بس بتكاتف ورؤيه حقيقيه نقلل الفجوه 30%، بالبلدي كده يبقى كاننا عندنا 80% من استهلاكنا. فدي صحيح. طبعا رسائل هامه جدا. اللي كان واضح كمان ان السكر الحمد لله موقفنا فيه متميز، والفجوه اللي عندنا لا تزيد عن المليون طن، احنا بنستهلك 3.2 من 10، فالمليون دول دلوقتي بنستوردهم خام وبنكررهم، انما في مشروعين ان شاء الله على يعني خلال اشهر تسمع عنهم، مشروع
كبير جدا في زراعه 150 الف فدان بنكر ومصنع سكر بنكر في المنيا، وفي مشروع تاني في بورسعيد، وبالتالي خلال سنتين نبتدي المصنع ياخد له سنتين ونص لما يبتدي يشتغل. نقدر نتكلم على ان احنا تقريبا عندنا اكتفاء ذاتي من السكر. المشكله كلها في الزيت، اكيد الزيت كله بنستورده صحيح، بس في لجنه عليا ما بيني وما بين وزير الزراعه، وبنحط خطه لزياده المحاصيل الزيتيه اللي هي بدء القطن. واظن سمعت من وزير الزراعه ان احنا يعني صحيح كنا بنزرع زمان مليون فدان، بس السنه اللي فاتت زرعين 125,000، صحيح السنه دي بنستهدف 250,000 فدان، ويبقى في زياده هيدي شويه زيت من بذره القطن، بالاضافه للاهتمام بمحصول عباد الشمس والفول الصويا. لو ظبطنا كده بالتعاون مع القطاع الخاص نبتدي نعمل مصانع لانتاج الزيت مش تكرير الزيت فقط، هنتحرك في اتجاه ايجابي. يعني وضوح الامور ومعرفه الواقع اللي احنا عايشينه ووجود اراده سياسيه، واظن كلنا شايفين سياده الرئيس مصمم على يعني مجابهه التحديات ايا كانت صعوبتها. فاعتقد وجود، وحضرتك عشت معانا الفترات اللي فاتت، كان اوقات نقص كده في الاراده السياسيه عايزه تعمل او مش عايزه. النهارده الاراده السياسيه واضحه ووضوح جامد جدا، هناك نوع من الافصاح والصدق في وضع الارقام. نعم. اعتقد ان احنا امامنا فرصه حقيقيه لعمل شيء يفضل لهذا البلد، بالذات من ناحيه الامن الغذائي وسد الفجوه اللي موجوده النهارده اللي هي بنتعرض لها كل سنه. لو تفتكر صحيح، الدولار يعلى، يحصل ارتفاع في اسعار البرغاني السنه اللي فاتت، التجار ما يستوردوش، الدوله تلبس في الحيطه وتضطر تستورد باغلى الاثمان، تنزل السوق تلاقي في قصور، تتحرك في دايره سلبيه ربنا بس اللي بيستر فيها. انما لما نخطط ونحط النقط على الحروف اعتقد نقلل من المخاطر وما نسميه الازمات. ده كلام مظبوط، ان شاء الله نتحرك في هذا الاتجاه. والخير على قدوم الواردين يا دكتور، انا دايما بتفائل بيك، حد مجتهد وطول الوقت بيبحث عن افكار لحل المشاكل. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي مصلحي، ولو وقت حضرتك يسمح هذا الاسبوع ان شاء الله زملائي نستقوا مع حضرتك، تشرفنا نتكلم عن هذه التجربه والصوامع والاقماح وكمان استعدادات الوزاره. حضرتك عارف ان احنا ايام قليله تفصلنا عن شهر رمضان، ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين.